منح فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النجمة الكبرى لوسام القدس، وذلك تقديرا لجهوده في قيادة مسيرة كرة القدم الآسيوية نحو التقدم والتطور ودعم الكرة الفلسطينية في مختلف المحافل. جاء ذلك لدى استقبال فخامة الرئيس عباس لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في مدينة رام الله، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي بدأها رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدولة فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. قرر الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين منح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النجمة الكبرى لوسام القدس تقديراً لجهوده في دعم كرة القدم وإعلاء شأنها في الدول الآسيوية وفي المقدمة منها دولة فلسطين، وتثميناً لدوره في دعم الشعب الفلسطيني على طريق نيل حريته واستقلاله. وخلال اللقاء نقل معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس الفلسطيني وتمنيات جلالته لفخامته بموفور الصحة والعافية وللشعب الفلسطيني الشقيق بدوام التطور والازدهار. من جانبه رحب فخامة الرئيس الفلسطيني بمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة وحمله تحياته إلى جلالة الملك المفدى مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة فلسطين، منوها بمواقف البحرين الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل. وعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمود عباس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبديا اعتزازه بنيل النجمة الكبرى لوسام القدس الذي اعتبره تكريما رفيعا ودافعا قويا نحو مواصلة كل جهد من شأنه الارتقاء بكرة القدم الآسيوية في شتى الميادين.